ينضم الينا السيد كروان محمود الحاج، عضو هيئه اقليم السليمانيه. حياك الله. حياك الله اخي العزيز، اهلا حياك وسهلا. الله سيد كروان. بدايه، ما السبب الحقيقي وراء مطالبه السليمانيه وحلبشه باقليم والانفصال عن اربيل؟ تفضل. هو ليس فكره انفصال، هو فكره فدراليه المحافظات، اي انه كل محافظه يحكم من خلال ابناء الشعبي وهو يختار ممثلين. كفكر وتنظير، مبدا اقلم المحافظات هو حل للمشاكل الداخليه العالقه بين المحافظات ومركز وبين المحافظات ومركز، قصدي المركز اربيل ومركز بغداد. بشكل سلس يختارون ممثلين لاداره شؤونهم السياسيه، حيث يكون نصيب المراكز السلطه تابعا من اختيار المواطنين وليس العكس كما هي الان. ينبغي يعني انه المواطنين السليمانيه هم يحكمون نفسهم، هم يختارون ممثليهم، ليس بالتعيين من اربيل او من اي إدارة مركزيه اخرى، هم اللي يمثلون الشعب. وهذا موجود ومشروع، ليس مشروع عدائي، مشروع خلينا نقول مشروع دستوري ونظام دستوري من قبل اهالي المحافظه السليمانيه. دائما بنشوف انه اكو في مثلا حقوقا في محافظه، دائما احنا اخترنا الحل الغير تقليدي. التقليدي يمكن هو المظاهرات والاعتصامات، هذا حل نظام قانوني وموجود، والمشرع العراقي صرح بهذا الشيء وسمح بهذا الشيء، وحسب الماده القانونيه بالدستور العراقي ماده 119 لكل محافظه واكثر ان يكونوا اقليما، يعني طيب. هو نظام دستوري. سيد كروان، لماذا يستمر الإقليم بصرف الرواتب ناقصة رغم أنه الحكومة الاتحادية أعطت الرواتب كاملة، ولكن الإقليم ما زال يواصل بصرف الرواتب للموظفين والمتقاعدين باستقطاع؟ لماذا هذا التعسف؟ لماذا هذا الإصرار؟ أخي العزيز، هذا هو سؤال الشارع نفس الشيء، لماذا هما لحد الآن ما ينطون الرواتب الكاملة مع العلم أنه الميزانية، هو الميزانية صار لها تقريبا أقل من شهر صادقت عليها مجلس النواب وتوقع من خلال رئيس الجمهورية. طيب. نتمنى أنه ينتهي هذا الإجحاف بحق الموظفين، نتمنى، لأن الطرفين اتفقوا على الميزانية، والميزانية يعني صادق عليه البرلمان. نتمنى أنه أنا إذا أشوف أنه إجحاف بحق الموظفين الكرد، ونتمنى أنه ينتهي هذا الظلم وهذا الإجحاف بحق الموظفين الكرد. سؤال أخير سيد كروان، البعض يقول أن الديمقراطي الكردستاني لديه حلفاء في بغداد وأنصار يساعدونه في البقاء متنفذا في إقليم كردستان، ما مدى صحة هذه الأقوال؟ والله هذا يمكن هم يعني ما أدري صراحة، لكن الأحزاب الكردية لهم علاقات مع الأحزاب العربية. مع الأسف في بعض الأحيان الفساد الموجود اللي في العراق عموما الاحزاب كامله متفقين عليه، والا ما ممكن انه كل هالمده طويله انه هذا الفساد الموجود ولا ينتهي نهائيا. اتمنى انه ينتهي هذا الفساد. طبعا العلاقات موجوده بين الاحزاب الكرديه والعربيه والعراقيه، فنتمنى يكون هذا التحالفات لاسباب خيريه لمصلحه الشعب وليس العكس، نتمنى هذا. نعم، سيد كروان عضو هيئه اقليم كردستان او سليمانيه، شكرا جزيلا لك.